تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي وفيوتشر في شوط الاهداف الملغاه، حيث الغى الحكم هدفين، هدف لكل فريق، هدف لاحمد عاطف وهدف لياسر ابراهيم. كابتن شريف، تعادل سلبي حتى الان. مباراه فيها نص ملعب، فرقتين بيلعبوا محاوله استحواذ نص الملعب. نوهنا احنا على وجود القندوسي النهارده، هيكون ليه وجهين من عمله واحده، انه لازم يهجم ولازم يبقى فيه افكتيف، يعني في ايجابيات على ناحيه ال 18، لان كهربا متعلق لوحده كده قدام بالظبط، ما فيش اي مساعده، حتى الكره اللي بتجيله بيخش عليه اثنين عايز يلعبها من لمسه واحده، او يعمل 1 2 او يعمل اي حاجه. فهنا ده ليه انت ما بتجيبش اهداف في الشوط الاول؟ ولما اتوفرت ليك الكوره اللي هي بقت اوف سايد بتاعت علي معلول وفكر وباص جيد وكل حاجه وتحرك، في اكتر واحد فيها كل حاجه الكوره دي، كمان كان اكتر من واحد في 18، فيها تحركات. مين اللي جاب الجول؟ ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم يعني، طب ما احنا مش ياسر مش هيبقى موجود في كل كوره في المنطقه دي في الوقت ده، ده كاونتر اتاك مثلا او كانت ضربه ثابته وتردت، وعشان كده كان موجود هو هنا. طب ايه اللي ايه الحل؟ عشان احنا الحاله الجيده جدا اللي بيرسي تاو فيها النهارده، وتحركاته واستلامه للكوره ورؤيته، ويبص ما يلاقيش، يروح مموه واخده داخل لجوه عايز يشوط، مش لاقي حد. لازم يبقى في سبورت جيد جدا، اللي هو السترايكر الشادو سترايكر اللي بيجي من الخلف، محدش شايفه خالص، هو اللي بياخد كل الغنايم دي، الغنايم اللي احنا بنتكلم عنها، انك انت بتوصل بتعرف تروح للجول في كل محاوله، ممكن تروح تجيب جول. بيحاول هاني مع بيرستاو النهارده مع ديانج يعملوا جبهه جيده جدا، اذا كان دفاعيا او هجوميا. انا شفت بيرستاو بيدافع عند الكورنر عندنا، ايوه، وفي نفس الوقت بيهاجم في الناحيه الثانيه عند الكورنر عندهم. ف ما شاء الله الشكل ده لازم يفطن ليه مستر كولر، ان ده لازم يبقى في حد تاني مع كهربا. مش الماتش ده مش هيطلع كده هعتمد على سترايكر واحد، او لازم يبقى في اثنين، يعني انا لازم في حاله من الحالات. انت بتتكلم على وجود شريف، وجود شريف بس هو هيجيب شريف مكان كهربا على الطرف، لا هيجيبه مكان كهربا، هو مش هيوفر لكهربا محمد شريف. فلازم اللعيب اللي هينزل ده يبقى مكمل على خط ال 18 ويقدر يشوط ويقدر يعمل اي حاجه، يقدر يهدد زي الماتش اللي قبل كده. احنا كان عندنا الاطراف بتخش لغايه جوه وبتشوط، عندنا باستغلال الضربات الثابته عندنا حاجات كتير قوي. النهارده فين انت بعد الدقيقه 25 ابتديت تسيطر على جميع مجريات اللعب، عشان كده جات لك فرص، عشان كده شفت المرمى بتاع جنش ومحمد هاني شايط في جنش كوره كانت كويسه جدا وممكن تبقى جول. فبالتوفيق يقدر بس مستر كولر ياخد باله من عندنا الحته فاضيه عندنا اللي فيها السترايكر يعني. صحيح. كابتن علاء، رؤيتك الفنيه السريعه عن احداث الشوط الاول. سريعا يا ايمن، عندك ثلاث مشاكل في الملعب. كويس. مشكله قلت في الاول الاستوديو، ما بحبش المباراه اللي انت عامل هجمتك وانا عامل هجمتي. ولا بيضغط ولا ده بيضغط، كل المساحات موجوده في نص الملعب هنا وهنا، وده واضح جدا في الشوط الاول. هم ما عملوش خطوره غير الهدف اللي هو جابه احمد عاطف ده وبتاع الالغاء. ده تسلل كويس، انت ضيعت كام فرصه بس ده مش لعبك. عندك مشاكل في التمرير كتير جدا، وده برضو اتكلمت عليه في بدايه الاستوديو، قلت المشاكل هتجيلك من تمرير خاطئ كتير جدا. في مساحات موجوده في نص الملعب، مفيش الرقابه اللي هي، ومفيش حته الضغط في نص الملعب. عندك مشكله اكبر بقى، ان دايما في حته زياده في الكوره، في زياده من بيرسي تاو، في زياده من حسين الشحات، في دايما حته جماليه ملهاش لازمه، خصوصا مع بيرسي تاو عامل مجهود كويس وهايل وخطر، بس ليه في حته زياده في الاخر؟ يعني انا حاسس النهارده ان كل واحد عايز يعمل حته فنيه لوحده، اذا كان بيرسي تاو اذا كان حسين الشحات، مع ان الكوره دي لو اتلعبت اسهل من كده اعتقد ان انت هتحرز هدف، لانك انت اخطر على فكره رغم المشاكل دي، انت اخطر وانت مستحوذ. لكن بقلق من المباريات اللي هي رايحه جايه، اعمل هجمتك واعمل هجمتي، دي انا ما بحبهاش. لازم القندوسي يرجع في نص الملعب زي ما اتفقت وقلت يا ايمن، ما ينفعش ابقى دايما وش الجولي، ما ينفعش وش دايما للشناوي، ما ينفعش، لازم العكس، وش يبقى لجنش عشان ابدا انا العب الناس كلها، هو ده بس المطلوب. ومطلوب المساحات في نص الملعب تتقفل شويه. كابتن اسامه، حلول الشوط الثاني لمستر كولر؟
يعني هو ما اعتقدش انه هيغير من الاول، بس هو الطبيعي لو فضلت الحاله كده ممكن القندوسي يبقى لو فضلت النتيجه على كده القندوسي يبقى مريح شويه، وممكن ينزل واحد زي قفشه او حتى انت كده هتنزل مكان بمكان. ماشي، ما هو انا اصلا انا دلوقتي هو القندوسي ما بيلعبش اولا نمره 10، هو بيلعب ديانج يمين والقندوسي شمال ومروان نمره 6، يعني هو بيلعب بثلاثه يعني قندوسي واخد الجنب اللي فيه علي معلول والشحات، وبيرسي تاو واخد الجنب اللي فيه هاني وبيرسي تاو. بيرسي تاو وحسين عاملين حركه كتير جدا، لكن زي ما علاء قال النهايه لسه مش كويسه. المشكله القندوسي مفروض يكمل في العرضيات اكتر من كده، ما بيكملش يعني تلاقي كهربا لازم يخش ال 18 مع كهربا، المفروض يخش ال 18 مع كهربا. هو بيلعب من بره وبدون حركه كبيره، بدون حركه كبيره يعني، فاهم؟ فهي دي النقطه اللي ممكن يحصل فيها تغيير لو مستر كولر حب تعديل، لكن انا اعتقد ان هو هينزل الشوط الثاني بنفس الشكل ويستنى 10 دقايق ولا حاجه. برضو كهربا مفروض يتحرك اكتر من كده، حركته النهارده قليله جدا، يعني ما تحسش انه واضح في اللعب. يعني اللي واضحين في اللعب وفي حركه بيرسي تاو وحسين الشحات، رغم انه بيزود شويه، وعلي معلول وهاني، يعني هما دول تلاقيه في حركه كتيره قوي، وديانج ومروان ماشي يعني هو بيلعبوا لتحت شويه اكتر، ديانج بيحاول يكمل لكن مفيش خطوره، لكن هو اللي فيهم يعني عدم حركه كتير، عدم تحرك كتير على الجون، عدم يعني حاجه واضحه يعملوها، هو كهربا والقندوسي حتى الان. فاذا حصل تغيير هيحصل في الاثنين دول يعني لو فضلوا بالحاله دي. ايوه لو فضلوا بالحاله دي، انا اعتقد هو ده التعديل اللي ممكن مستر كولر يعمله الشوط الثاني يعني. لكن النادي الاهلي اخطر، وفي حاجه كويسه بيعملوها بس ما بتكملش، تسديد تسديد كتير النهارده، بس فوق بره مش عارف ايه، ما فيش الغير بتاعت هاني اللي راحت بشكل كويس صحيح. اللي بيرسي تسديد تنقص والدقه طيب كابتن بلال، نادي الاهلي مستحوذ، نادي الاهلي مسيطر، نادي الاهلي الاخطر، ايه اللي محتاجه النادي الاهلي في الشوط الثاني عشان يترجم السيطره دي لاهداف؟ شوف يا كابتن، عندنا مشكله النهارده في انهاء الهجمات في حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولى التكمله العكسيه، يعني النهارده بيرتس لما بيستلم الكره وبيرقص بتلاقي بس كهربا اللي في ال 18، لا القندوسي بيكمل في ال 18 ولا حسين الشحات بيكمل في ال 18، ناقص عدد عندنا عندك ناقص عدد كل معظم الكرات اللي راح بيها بيرتس هي كهربا بس اللي موجود يعني. الناحيه الثانيه كذلك حسين الشحات بيروح بيبص بيدور بيلاقي بس كهربا الوحيد اللي موجود، وكهربا موجود دايما على اثنين. صحيح ما شفناش باصات كتيره وانطلاقات كتيره من العمق، يعني النهارده بنلعب ناحيه الشمال وبنلعب ناحيه اليمين، هم متمركزين بشكل جيد واحنا بنحاول نستغل المهاره الفرديه بتاعت لعبتنا. حسين الشحات ومعلول ناحيه الشمال، برستاو ناحيه اليمين، ولكن لازم يبقى لينا خطوره من القلب، لازم يبقى لينا شغل من القلب، شغل القلب مش موجود في الشوط الاول، ودي برده مقللاك شويه كنادي اهلي، لازم تشتغل من القلب كويس. انت لو انت زي ما قال كابتن اسامه مش شايف ان القندوسي هو اللعيب رقم 10، ممكن تعمل تغييرتين، يا اما تجيب حسين الشحات في القلب وتنزل احمد عبد القادر وبتستفيد من اثنين عندهم سرعات وعندهم مهاره بيقدروا يشتغلوا على الجول، او تنزل محمد مجدي قفشه هو البلاي ميكر اللي بيصنع لك الاهداف. وانا افضل في الماتشات اللي فيها سرعه زي دي انك تنزل واحد سريع عنده سرعات، يعني مثلا يبقى حسين الشحات اللي موجود من القلب وعبد القادر موجود من ورا، وتبتدي تشتغل على السرعات والمهارات الفرديه بتاعتهم، لان حسين كمان بيصوب وبيشتغل على الجول بشكل كويس يعني. صحيح. فدي الحاجات اللي تنقص النادي الاهلي، سرعه بناء الهجمه مطلوبه برضو من لعيبه النادي الاهلي، انت بتبني الهجمه ببطء شويه، تستنى، بتنقل، بتلعب من يمين شمال يمين شمال يمين شمال لحد بتدور على مهاره او حته تشتغل منها، لا احنا محتاجين يبقى عندنا سرعه شويه في بناء الهجمه عشان نقدر نوصل بسرعه، لان هم خد بالك عندهم مشاكل كبيره جدا، كل الفرص اللي بيروح بها بيرسي تاو تقريبا واحد ضد واحد والملعب شبه فاضي، بس للاسف مفيش تكمله من لعيبه النادي الاهلي. كل التوفيق ان شاء الله النادي الاهلي الشوط الثاني، تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.